لبيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم ياسين يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا شكرا وألف تحية أهديها لكم شكون سام اليوم؟ رايح نوجه لكم سؤال بطريقة أخرى شكون سام اليوم لأول مرة؟ شكون؟ لأول مرة؟ أول مرة؟ مشي مولفة تصومي؟ نصوم ها؟ نصوم مشي أول مرة شكون أول مرة؟ أنت تاني؟ الله يبارك الله وشن؟ نصوم صمت اليوم؟ لأول مرة؟ إيه؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك هيا يا أطفال وهيا في حصتنا من سحر وتفريج ودوما تسلينا بوبي كتكت وبوبو والكل يرافقنا تعالوا ألموا إلينا انضموا مع عمو يزيد شكرا حطتها كاملة الغازون تاني الغازون والشاطر يعطينا الحل حكايات فيها عبرة حكمة مثل المعلومات ونهايات المعق مع عمو يزيد وبها ينور العقل عوديها وبها ينور العقل مع عمو يزيد تعالوا ألموا إلينا انضموا مع عمو يزيد برافو برافو تعرفوها تعرفوها الأغنية كامل 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 هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وبوبو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية عبرة حكمة مثل معلومات وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد يا أطفال شكون يخدم مليح في الاختبارات كامل برافو 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 خدمت مليح في الاختبارات الله يبارك الله يبارك شكون يقدر يقول لي شكون يقدر يقول لي بماذا نحتفل اليوم بماذا نحتفل اليوم اعطي الميكرو للشابة هذه واسمك بنتي ابي انتشار قدمي شويه بنتي فوالا نحتفل اليوم بعيد الطفوله عيد الطفوله شحال جبتي في المعدل بنتي مازال ما طولناش واللي عطاو لكم شحال جبتي 75 الله يبارك الله يبارك بنتي الله يبارك شاطرة 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 هذا التاريخ تاع اليوم هو أول جوان نحتفل بعيد الطفولة عيد الطفولة ولكن هذه سهلة هذا سؤال سهل أنا حبيت سؤال شوية صعيب حبيتكم تقولوا لي كاين تاريخ في أقل من أسبوع رايحين نحتفلوا بيوم عالمي كاين يوم عالمي مهم خاصة لكم انتم يا أطفال مهم واش هو في أقل من أسبوع في شهر جوان هذا
أعطي لها واسمك؟ لينا سلسابيل. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. بماذا نحتفل في الأسبوع هذا اللي جاي؟ في عيد الأم. لا لا، عيد الأم جاز. شكون يعرف عيد الأم وقتاش؟ جاز وقتاش جاز عيد الأم؟ أعطي للشباب هذا واسمك؟ جاز في آخر يوم في ماي بالأحد. آخر يوم أحد في شهر ماي. برافو برافو برافو. كاين عيد يوم عالمي في شهر جوان قبل في الأسبوع الأول، شكون يقدر يعرفه؟ أعطي العروسة هذيك. يوم العلم. واسمك؟ هيبة. يوم العلم وقتاش؟ في هذه السمانة. مش 16 أبريل؟ 16 أبريل. إذن ماشي يوم العلم، كاين يوم، لا لا، في الأسبوع الأول، لا بخوميير سومان تاع جوان. أعطي للشابة هذه. واسمك؟ واسمك؟ إيناس. إيناس، شحال في عمرك؟ 8 سنوات. واش هو اليوم العالمي؟ 5 جوي. واش هو؟ واش هو بنتي؟ ما تخافيش، قولي لي. 5 جوي. لا لا، في شهر جوان. راح نسهل عليكم. هو اليوم العالمي للبيئة. تعرفوه؟ اليوم العالمي للبيئة وقتاش؟ عطي للشباب هذا. 5 جوان. شكون اللي قالها لك؟ شكون اللي قالها لك؟ أنا. أنا؟ سير. أوكي. طلعوه، طلعوه، جيبوه لنا. أرواح تعالى تعالى. تعالى تعالى. أرواح وليدي. قلهم اسمك. زين الدين. زين الدين كيفاش؟ كيموش. عطوا لي الهدية تاعو. عطوا لي الهدية تاعو. فوالا. بما أنك شاطر والسبت اليوم العالمي للبيئة هو 5 جوان، رامي راعي البرنامج وراعي هذا الحفل يعطيك هدية إن شاء الله تستفاد بها. شاطر وليدي، هيا تفضل وليدي. فوالا. إذن بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. يلا. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا،
فأنظم وقتي لا أمضيه لهو اللعبة لا أمضيه لهو اللعبة جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة طلعوها تعالي تعالي هيا بالعقل بالعقل فالا جبت لكم ضيفة معايا واسمك 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 واسمها واسمها شكون يقدر يقولنا واسمها تسعديت تسعديت الله يبارك اذا نرحبوا بها تقعد معنا لهنا كاع الحفل ها هكذا اذا اعرف كيف انظم وقتي لا امضيه لهوا اللعبة اساعد ابوي في البيت اسافر ارسم اقرا كتبا يا اخي اطفال العطله مليحه ولكن جميل انه تكون فيه شويه تاع المراجعه والمطالعه وتعرف كيفاش تنظم وقتك كذلك وتساعد الأولياء تاعك تاني يا أخي مقبلة غنيت قلت لكم شكون اللي صام في شهر رمضان قلتوا لي باللي كامل صمتوا اليوم شكون اللي صام اليوم برافو ولكن يا أطفال على بالكم باللي الصيام مليح ولكن لازم تاخذوا الراي تاع والديكم إذا كان النهار كان طويل كان حار كانت سخانة والديكم هما اللي يعرفوا الحاجة اللي تليق بكم إذا قالوا لكم ما لازمش تصوموا لأنه الحر كامل ولا عندكم امتحانات وانتم صغار لازم تاخذوا الراي يا اخي راح نغني لكم طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء تعرفوا هالاغنيه هذه كنت سمعوها طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء تغنوا كامل معايا اذا رمضان جاء يلا رمضان 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 جاء نوري والهدى كما المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء للمسلمين أتى ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خير للعباد رمضان 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 جاء فيه مغفرات لمن أراد رمضان 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 جاء كل الرحمات وأجر زيادة رمضان 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 جاء طل الهلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء وعتق من نار وجنة عدن رمضان 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 جاء وبعد كبير للشيطان عني رمضان 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 جاء طاعة
الله هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء أجواء جميلة وأنا مع أهلي رمضان 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 جاء فبعد صيام نفطر ونصلي رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء شكرا 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 إذن رمضان جاء رمضان جاء هذه أغنية كانت خاصة بالشهر الفضيل على بالكم باللي كان أغنية عمو يزيد درها خصيصا لما تنجحوا في الامتحانات والاختبارات نتاعكم معليش راح نغنيها اليوم للأطفال اللي نجحوا في الاختبارات اللي نقول فيها أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال هذه الأغنية غنيتها لكل فئات اللي جوزوا شهادة التعليم المتوسط شهادة البكالوريا الليسانس والدكتوراه وانتما كذلك يا أطفال هذه الأغنية تخصكم اللي نجحتوا في الاختبارات ربي يوفقكم إن شاء الله هذه فرصة باش نحتفلوا بهذا العيد اللي هو نجاحكم في الاختبارات وكذلك التلاميذ اللي رايحين يجوزوا شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا نقول لهم ربي ينجحهم إذن كامل معايا أبذلتوا مجهود وتعبتوا يلا مبروك عليك النجاح أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعت ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا نجحكم هو الأساس لعقوا بالشهادة أخرى لعقوا بالشهادة أخرى باكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجحكم هو الأساس
الناس لعقوبة الشهادة أخرى، لعقوبة الشهادة أخرى، بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب بينال، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب بينال، يا كلي يتعب بينال. شكرا شكرا شكرا. لولوين لولوين ينسى على اولادنا اللي نجحوا، ربي ينجحهم ان شاء الله كامل 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 كامل. واش رايكم ما ننساوش المدرسه ثاني؟ ما ننساوش المدرسه، ما ننساوش المدرسه. اوكي معليش، سؤال اخر. اليوم العالمي للحمايه المدنيه وقتاش؟ اليوم العالمي للحماية المدنية. أعطي لهذا الشاب الميكرو. واسمك بنتي؟ ميتا. ميسان. شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 6 جوان. 6 جوان. لا لا ماشي 6 جوان. أعطي للشابة هذه، أعطيها تعطينا الجواب. 4 ماي. لا لا ماشي 4 ماي، ماشي 4 ماي. كامل تعرفوا الجواب كامل؟ خلاص اعطي للشابة هذه. واسمك؟ الاء. 19 مارس. ماشي 19 مارس، ماشي 19 مارس. وقتاش؟ 1 مارس. 1 مارس. اروحي تعالي 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 تعالي. واسمك؟ رميسة. رميسة شحال في عمرك؟ 3 سنة. الله يبارك. إذن اليوم العالمي للحماية المدنية هو يوم 1 مارس، يوم العالمي يوم 1 مارس. أعطوني الهدية تاعها بنتي، هذه الهدية تاعك يهديها لك راعي هذا الحفل والبرنامج رامي، إن شاء الله تستفادي بها. إذن يوم العالمي للحماية المدنية يوم 1 مارس. 1 مارس. برافو. شاطرة في الدراسة أنت؟ نعم. شحال جبتي المعدل في اللي فات؟ 13. الله يبارك الله يبارك الله يبارك بنتي. تفضلي تفضلي عاونوها. شكرا شكرا. من هو الشخص الذي تنحني له كل الرؤوس؟ هذا اللي شاف الحصة راح يسلك، اللي ما شافش الحصة راح ما يسلكش. من هو الشخص الذي تنحني له كل الرؤوس؟ اعطيني الميكرو للشابة هذه. واسمك؟ هيبة. وش هو الجواب؟ الله. تفكير سليم، ولكن قلت من هو الشخص، من هو الشخص؟ الله سبحانه. ما هو الشخص؟ اعطي الميكرو للشابة هذه، اعطي الميكرو للشابة هذه. واسمك بنتي؟ إيمان. إيمان. وش هو الجواب؟ سلطان. السلطان. لا لا ماشي السلطان، حتى السلطان ينحني. وش بيك؟ واسمك بنتي؟ هانية. وش هو الجواب؟ حلاق. الحلاق. عرفتوها. تعالي تعالي بنتي روحي تعالي. تعالي بنتي هبة. شحال في عمرك هبة؟ 11 سنة. 11 سنة شاطرة في الدراسة. الله يبارك. أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. إذن هبة هذه الهدية يهديها لك ممول البرنامج وهذا الحفل. هانية مسمنية. هانية. الله هانية ومتهنية يا أخي. الله يبارك بنتي، ربي يخليك دائما مهنية. إذن إن شاء الله تستفادي بهذه الهدية هذه وربي يوفقك إن شاء الله. يلا بنتي وش رأيكم نغني صباح الخير مدرستي باش نردكم شوية في تحبوها؟ شكون يعرفها؟ صباح الخير. شكون يعرفها؟
انت تعرفي كلش انت يا. تعرفيها؟ تعالي تغنيها معها. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا بعد غياب. لا 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 لا، تعرفوها؟ إذن كامل. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. يلا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، I'm not afraid.
يقدر يقول لي ما نعطيكمش تاريخ صعيب صعيب نعطيكم تاريخ سهل، وش هي سنة تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ سنة تأسيس ها وقتها وقتاش؟ اعطي العروسة هذه روحي منها بنتي. واش اي سنة؟ 1924. لا 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 واحد 1981. لا لا جمعية العلماء المسلمين تأسست قبل ثورة التحرير يا ناس. 1981. وش بيكم في 81؟ راكم تضربوا بالخير. انتم المفروض لا انتم تعرفوا كلش. دقيقة 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 معلش عطينا الجواب. 1931. 1931 هذاك هو. 1931. إذن أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها، عرفتوها كامل. هما على بالي الأطفال علاش كانوا يقولوا لي 81، لأن ما ليهم كانوا يقولهم 31 هما يسمعوا 81. هذا ما كان يا أخي. معليش مازال الأسئلة مازال. أعطيني الهدية تاعها زين. نعطيهم واحدة سهلة ولا صعبة؟ خلاص دوكم دان صعب. إذن إذن بنتي راعي البرنامج يقدم لك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفادي بها. وي بنتي نشكرك على الحفلة هذه. وشن؟ نشكرك على الحفلة هذه. أوه عودي هلوم باش يسمعوها. نشكرك على الحل على الحفلة هذه. أوه برافو برافو. شكرا بنتي. لا شكرا على واجب، قالت لي نشكرك على هذا الحفل. عمو يزيد يدير لكم هذه الحفلات وهاد البرامج من القلب يا أطفال. عمو يزيد يحبكم بزاف. ولكن ماذا بينا اليوم كما نهضروا على حقوق الطفل نهضروا تاني على الواجبات. تعرفوا الواجبات تاعكم؟ تعرفوهم؟ تعرفوا الحقوق تاعكم سير تعرفوهم؟ تعرفوهم؟ إذن من حقوق الطفل أنه يتعلم، يعتنى به، لا يعمل، لا يستعبد يا أخي. ولكن كاين الواجبات. الواجبات أعطي لي واجبات. شكون يعرف واجبات الطفل؟ أعطي العروسة هذه. برافو المثابرة. لازم نقراو. شكون يعرف واجبات؟ قلنا الواجبات واش هما؟ ادير الواجبات المدرسية. ولكن الواجبات نتاعك في الحياة اليومية واش هما؟ اعطي للشباب هذا. واشن؟ تعالج. هذا حقوق من حق الطفل العلاج. ولكن الواجبات طاعة الوالدين، هذه اللي كنت حابها أنا يا أخي. يا أطفال لازم تاخذوا الرأي لمالكم. طاعة الوالدين. تعرفوا الغنية اللي دارها عمو يزيد للوالدين؟ نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. تغنوا كامل معايا. نحبك يا أمي نحبك يا أبي. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. نحبك ماما يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي،
أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. شكرا شكرا. إذن لا أقول لهما أف ولا أنهرهما، نعاملهم بلطف ونطيع أمرهما. إذن يا أطفال، عقوق الوالدين راه من الكبائر، لازم نطيعوا والدينا مهما كان الأمر. يا أخي تحبوا والديكم يا أطفال، لأن والديكم يحبوكم بزاف، ثم تاني تحبوهم. إذن والله الأطفال 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 تاعنا عندهم براءة وعندهم تلقائية، احنا اللي لازم نتكفلوا بهم. درت هذه الأغنية اللي يقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وأمان. تغنوا كامل معايا، من حق الطفولة صحة علم حب وحنان، من حق الطفولة، يلا كامل. من حق الطفولة صحة علم حب وأمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حدوه طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زالوا صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. موسيقى
نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. حب وحنان لولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب. ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد. وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد. ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان. حق اللعب يزيدنا فرحة. وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان. حق اللعب يزيدنا فرحة. وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. حب وحنان لولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.